موكب بعثة المستكشف الأمريكي ويندل فيليبس أثناء مروره بمناطق عديدة في اليمن. الموكب مكون من 13 شاحنة نقل وسيارات كلها ماركة دوج الأمريكية موديل 1949 ميلادية. ففي نهاية العام 1950 وبداية عام 1951 قام الفريق الأمريكي بقيادة ويندل فيليبس من فريق كامل من المتخصصين من علماء الآثار بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، قاموا بأعمال الحفر والاستكشاف في شبوة ومارب. أما هذه الصور فقد التقطت أثناء البحث والتنقيب في أحد المعابد من البوابة الجنوبية لمدينة تمنع الأثرية عاصمة مملكة قتبان شبوة.